بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبوكة. معنا يا جماعة ريسيفر بيري فيكس 700 7500، جايب لمبة حمراء أهو يا جماعة. اللمبة الحمراء دي يا جماعة أسبابها، أول حاجة سببها الفولت 3.3 فولت أو الفولت 5 فولت اللي هو خارج من دايرة الباور. طبعا لو طلع سليم يبقى العيب في الذاكرة أو في الفلاشة، يبقى الفلاشة فيها حاجة. طب نفرق إزاي بين عطل الفلاشة وتبقى محتاجة سوفت، مثلا السوفت واقع، وعطل الباور اللي بيسببها. عطل الباور يا جماعة هنلاقي هنا الفولت متغير، هنلاقي الفولت متغير على 3.3 أو 5 فولت متغير، بينما في عطل الفلاشة هنلاقي يعني الفولت سليم، وبالتالي هيبان ان هو عطل فلاشة بعد ما ننظف البوردة نشحن الفلاشة بتاعته. طيب هنقيس الفولت كده يا جماعة عشان نتأكد من الايه، من العملية دي، العطل باور ولا فلاشة. هنقيس من ايه؟ على الخارج ده 3.3 هم يا جماعة، هم اهو كده، نقرب ونوصل الطرف السالب بالايه او كده يا جماعة. طيب احنا عايزين نبين الفولت كده، وعايزين ونوصل دي بالارضي ونقرب كده اهو يا جماعة كده اهو. اول حاجة يا جماعة 3.3 نقيسه، بصوا يا جماعة معايا طالع كام، 1.9، بعديه الطرف الارضي، بعديه الطرف 15 طالع حوالي 16.9، الطرف الثالث 20 اهو يا جماعة طالع 23. الوحيد الفولت اللي هابط فيهم هو 3.3 اللي مديني 1.9. طيب يبقى كده احنا خلصنا من الفلاشة، الفلاشة ما فيهاش حاجة، العيب في دايرة الباور مش مطلعة 3.3 سلام. طيب فين التلاتة انهي موحد او انهي مكثف؟ هو يا جماعة المكثف الكبير ده تملي، هو اللي بيبقى تملي عليه 3.3 او 5 فولت. هنجيب كده يا جماعة اهو عشان نبين الفلاشة، نبين الافوميتر، نيجي نقيس كده يا جماعة التلاتة اللي هو الموحد 3.3 اهو يا جماعة، الموحد 1.9، هنشوف بقى من تحت المكثف ان هو اللي هو متصل بيه. طب الخمسة فين؟ ادي الخمسة يا جماعة، والخمسة برضو عندنا 3 موحدات اهو كده، ده 20، ده 16، يبقى المكثف او الخمسة فولت، الخمستاشر فولت اللي هم باقيين بقى دول مش موجود هنا، الخمستاشر في 3.3 و15 و20، يبقى غالبا يا جماعة المكثف اللي هو 3.3 كده نفكه بقى وايه ونشوف ونغيره ونشوف ايه النتيجة اهو يا جماعة. طبعا لو عندنا دايرة باور ممكن نجرب الباور بسرعة عشان نقدر نفرق بين عطل الباور وعطل الفلاشة اهو. ده يا جماعة المكثف اهو، ادي الموحد زي ما احنا شايفينه اهو، نقرب كده الكاميرا شوية اهو يا جماعة، ادي الموحد اهو، وادي ايه المناعم بتاع المكثف بتاع التنعيم اللي هو لازق فيه ده هو. ساعات بيبقى فيه مكثفين نغيرهم برضو اهو يا جماعة كده، اهو غيرنا واحد او هنشيل واحد اهو اهو كده، وقع اهو يا جماعة، هنشوفه كام ونجيبه ونغيره كام. ده كمان ده 1000 مايكرو اهو، 1000 مايكرو اهو يا جماعة، 10 مايكرو. طب ما اللي هنجيب فولت بس يعني 1000 مايكرو بس نجيب 16 فولت. اجيب بقى المكثف وارجع لكم اهو يا جماعة، جبت مكثف 1000 مايكرو 16 فولت اهو. نجيب بقى كده ايه مكانه هنا اهو، طبعا مكانه عشان احنا خرجناه من غير شفط القصدير مسدود، طبعا احنا هنحاول ايه بابره كده يا جماعه رفيعه، ابره بوتاجاز اهو كده اهو، حاولنا نوسع الايه الايد دي الفتحه عشان ندخل اطرافه اهو كده يا جماعه اهو كده
اهو يا جماعه كده، نجيب بقى ايه المكثف ونلاحظ القطبيه بتاعته، ادي الموج السالب تحت كده اللي هو الشروط دي اهو، نجيب السالب اهو يا جماعه. وطبعا في واحد في طرف اطول من الثاني عشان نعرف ندخل واحد وبعدين ندخل الثاني. ونلاحظ القطبيه الموجب في الموجب والسالب في السالب اهو كده يا جماعه. ونجيب بقى ايه ونلحم لحماتنا اهو اهو يا جماعه كده. طبعا لو معانا شفاط كنا يعني نعمل بالشفاط، وممكن نعمله بالطلية احنا شفناها دي كده اهو يا جماعة كده. طبعا الزيادات دي هنشيلها اهو يا جماعة كده اهو، ونجيب بقى ايه الزرادية بتاعتنا ونشيل الزيادات عشان ما تلمسش في الارض. ده فيهم طرف في الكفر بتاع الايه اهو كده يا جماعة. ونقفل بقى كده ونجرب بقى ونشوف ايه اللي هيحصل اهو يا جماعة. 0027 رقم القناة اهو يا جماعة، وتتحرك اهو. ارجو ان اكون وضحت الفكرة. هو مكثف التلاتة وتلاتة من عشرة ومكثف الخمسة وخمسة من عشرة غالبا بيكونوا هما السبب، او الفلاشة لو كان الفولت سليم. ورغم كده في الفولت خارج من دائرة الباور سليم وفيه اللمبة الحمراء، يبقى العطل يا جماعة فلاشة او شحن فلاشة. او لو كان بقى في شورت على الفلاشة، يعني الفولت هابط خالص رغم ان انا هفصل ده كده، يبقى في شورت في الفلاشة وكده يجب تغييرها مش شحنها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.